بنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله البنات غنصاوبوا البغرير ديال جداتنا، البغرير القديم اللي ما غنديروا فيه لا خميره كيميائيه لا خميره ديال العجين لا والو. شنو غنحتاجوا فيها البنات؟ غنحتاجوا القمح. هنا البنات خليته بنخلته باش نوريكم الطريقه كيفاش يعني نغربلوه. غنحتاجوا كذلك شويه ديال الملحه والماء الدافي. الماء الدافي البنات، الماء ماشي ما مضبوطش، يعني عينكم ميزانكم. غنشوفوا كلشي الطريقه مع بعضياتنا. نبداو على بركه الله. هذا سميتو بوسيار ياك؟ ها سميتو شطاطو. شطاطو ورقيق بزاف، انتما كتشوفوا البنات كي داير رقيق بزاف، يخرج رطب بزاف. المهم اول مرحله هي نبقاو نغربلوه. Face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but I don't think that is what I would usually do. درت الملحه وغتبقى دير في الماء بشويه بشويه، يعني انت كتحكم في العجين ديالها باش يخرج ليها في الاخر واحد العجين اللي هو يعني ماشي ثقيل بزاف ماشي خفيف. انتم غتشوفوا معايا كل شيء ان شاء الله. كتشوفوا الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل. في حاله ما البنات الا جاتكم الطريقه انكم تخدموها باليد صعيبه شويه، يعني كتبقاي على حساب الولف. غادي تاخذوا ميكسور وغادي ديروا فيه كاع داكشي اللي يعني القمح ديالنا اللي غربلناه والملحه على حساب الذوق والماء. يعني ضروري تخلطوا في شي بانيو اولا في شي حاجه اللي غتخلطوا فيها، تخلطوا عاد ديروا في مونينيكس، ومن بعد كديروا كلشي في مونينيكس وكطحنوا مزيان مزيان حتى كيجي على هذا الشكل. يعني خالد كيف كتشوفوا كي قلت لكم قبيله ماشي ثقيل وماشي خفيف. المهم البنات ان شاء الله غندوزوا للفراح. بالنسبه للفراح غتوريكم ماما واحد الطريقه كيفاش كتصاوب الفراح اللي كيكون جديد بحال هذا باقي جديد. خذت البيضه، ماشي مشكل اذا كانت بلديه اولا روميه، المهم تكون بيضه. غتاخذوها بقشورها، انتم كي كتلاحظوا معايا هرستها في الفراح اللي باقي جديد، وكتبقى تحك مزيان بداك القشور ديالها حتى الفراح ديالنا كيشرب ديك البيضه كامله. ومن بعد كنحيدو غير داك القشور كنلوحوهم.
من بعد البنات كنديروا العواد بطريقه عاديه، المهم كي ديال العواد كي كيديروا ليها، كنحطوا الفراح فوق منها وكنخليوه يسخن شي شويه. نتوما كتلاحظوا ملي كيسخن، غتلاحظوا معايا ملي كيسخن كيولي كيتبدل اللون ديالو، كيولي كحل. من بعد البنات كناخذ واحد صفر ديال البيضه، ضروري هذه العمليه كنديروها فوق ما حيدنا بغريره، كنديروا هذه العمليه. ناخذ واحد خريقه، واحد الطريف صغير ونمشي خريقه وكنديروه في في صفر البيضه، وكنبقاو نحكو مزيان يكونوا سخانين، كيبقاو يلوحوا لينا بزاف ديال الغبره في الفراح. الاولى كنحطوها ومن بعد نمسحوا، عاد نديروا الثانيه ومن بعد نمسحوا. يعني صافي البنات، هذا الشيء اللي كاين. نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل. Way out, face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but I don't think that is what I would usually do. You know it's just that I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine. Before I'm meant to reap it.